$30,000 من أسرة، وابراهيم العرجاني بيلم. وخلي بالك ابراهيم العرجاني ده مش ده صبي، ده بيلم للسيسي، بيلم للجعير. فدلوقتي السيسي بيلم دولارات من اي حته، من اي حته. بس المشكله بيعمل بيها ايه؟ يبقى ما تزعلش بقى يا جعير لما تبقى سيرتك جوه مصر وبره مصر زي الزفت، والناس بتوصفك بعدو الله. كان في مظاهره في العراق. العراق بلد الحضاره الدوله العباسيه. العراق وقفوا شويه ستات عراقيات امام السفاره المصريه، جابوا سيرتك يا جعير، والله العظيم ما هخبي عليك. جايز جهاز المخابرات بتاعك ما يوريكش الفيديو ده، بس احنا هنوريه لك. اسمع كده. الجماعة بتوع سفارتك في العراق بعتوا لك في بغداد، بعتوا لك الفيديو ده، لا إله إلا الله والسيسي عدو الله. ده بقى حاجة غريبة جدا. بقى مصر اللي كانت عبد الناصر صورته بتترفع في دمشق وبغداد وفي الرباط وفي وهران وفي الجزائر وفي الخرطوم، وبيترفع لأنه زعيم وصل بها الحال لأنه جعير يمسكها، تبقى سيرته وسخة كده في كل عواصم العالم العربي والإسلامي. ده غير مظاهرات الأردن اللي طالبوا بفتح معبر رفح، وقالوا الشعب المصري عامل ايه؟ معبر رفح مسكر ليه؟ اسمع كده. المصري عامل ايه؟ الشعب المصري عامل ايه؟ الشعب المصري عامل ايه؟ الشعب المصري عامل ايه؟ معبر رفح مسكر ليه؟ معبر رفح مسكر ليه؟ معبر رفح مسكر ليه؟ لكن الشعب المصري يا شباب الاردن ونساء الاردن موجود والله. الشعب المصري السيسي هو اللي جاب له العار. الحقيقة الشعب المصري عمره ما كان بيتأخر عن نصرة غزة وفلسطين. للأسف الشعب مقهور لأن في حاكم جائر مستبد بيقمع أي حد يتضامن مع غزة. إنما في ناس لسه بتحاول توصل صوتها زي شباب اتحاد الجامعات. اتحاد شباب الجامعات الجامعة الأمريكية والجامعات المصرية ينظمون وقفة تضامنية مع غزة. وزي شباب المطرية اللي شفناهم امبارح حتى في فلسطين في إفطار جماعي. دول شباب المطرية، شباب مصر. شعب مصري كويس بس بعافية شوية.